بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، إذا كان لي أخ ووالدة اشتركوا في حملة حج، وكانوا مرتبطين مع الحملة هذه، فعند النفرة من عرفات إلى مزدلفة ما وصلوا إلا مع أذان الفجر، فما الحكم عليهم؟ لأنهم كانوا في الحافلة فما يستطيع أن يوقفوها أو ينزلوا. هل وصلوا مع أذان الفجر مبكر؟ نعم. مبكر يعني قبل أن يرتفع النهار. وصلوا وكل يؤذن. يعني ما بان الفجر. ما بان، لكن كان كل يستأذن. في السلام عليكم. أهلا وسهلا. وصلوا لما يقول وصلنا سمعنا كل واحد يؤذن. المهم أنه ما بان الفجر. ما طلع الفجر. لا ما طلع. ما الصحيح في هذه المسألة أن الإنسان إذا حبسه حابس ولم يصل إلى مزدلفة إلا وقت صلاة الفجر المبكرة وصلى الفجر هناك أنه لا شيء عليه، ودليله حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه حين أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة في صلاة الفجر فقال: يا رسول الله، قدمت من طي وأتعبت راحلتي، فما تركت جبلا إلا وقفت عنده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. نعم.